رجعنا لكم في موجة رمضان. مرحبا بكم مستمعينا من جديد. التمخميخ والليغوسيت والمالح والحلو، اشني اخبارهم واشني احوالهم مع الشيف سيرين؟ توت سويت تمخميخة. تمخميخة. بونجور شيف. بونجور سحرورة، ان شاء الله نهاركم زين ليك والمستمعين. مرحبا مرحبا. اليوم في الرسيت ان شاء الله عندنا تشيش بالكعابر، عندنا اسكالوب قوطه وسبناخ باش نعمل معاه روز ازهر وتصيره وتفايطه خضراء، وبيمشي كعبات البري كيما العاده ذي العشانه نتاع شقه الفطر. وبالنسبه للديسير باش نعملوا جاتو او فوم، خبزه جاتو بالتفاح. اي 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 الحاجه تحر باش نحضر التشيش اللي بالكعابر، باش ناخذ الحم المفروم نتاعي ونفوحوا. انا راني قلت لكم لاسيوس، تنجموا تاخذوا كونتيتي نتاع الحم باهيه وتعملوا الكعابر وتكنجلوهم في دي ساشي. على شاك فوا تعملوا تشيش حسو اي حاجه معناها دي سوب تستعملوهم في فيسا فيسا. باش ناخذوا نفوحوهم شويه ثوم تابل ملح فلفل اكحل شويه روز فلفل احمر شويه زيت، نبداو نعملوا كعابر صغار مش كبار، ديما في السوق يكونوا محبذ يكونوا صغار. تو باش نطيبوا باش نحضروا التشيش نتاعنا، باش ناخذ في الطنجره نتاعي نحط معدل في التمغار في زيت كبار، باش نحط الكعابر نتاعي شنو في الزيت صح، ومن بعد نخرجهم في الزيت هذاك. باش نحط ورقه كلافز، باش نحط كاستي معبي بشرب التشعير، باش نحط بصله مفرومه، مغرفه صغيره ثوم، مغرفه مش معبيه كبيره معناها ومش معبيه برشا طماطم كونسونتري، باش نقلي هذاك الكل مليح مليح بالكدا، ومن بعد نمرق ونخلي التشيش نتاعي شوربه طيب. انا شوربه نطيبها حتى ساعه من زمان راهو نحبها لينا تهبط نشام فادينا نتاعها طيب مليح مليح. من بعد في الاخر قريب الطيب سحر، واحنا نحطوا اكل الكعبات الكعابر. هوني عندي استيوس تو موجود في الخضاره التابل الاخضر اللي يشبه للمعدنوس ورقه الجيده، تنجموا تقصوا كونتيتي صغيره وتحطوها يفوح يفوح على الاخر شوربه الشيش. هذا هي شربة الشاي. تعرفش تعدي ونعملوا الاسكالوب اللي على فلورنتين ونسميه الاسكالوب القوطة والسبناخ. أول حاجة باش نفوح الاسكالوب نتاعي، نشوفش ناخذ شرائح شرحين، شرحهم شوية كليل، ملح فلفل أكحل، تابل شوية ثوم، فلفل أحمر، شوية هروس مدشة، وشوية نصب صبة زيت باش الفاح يذوب، ونفوح الاسكالوب نتاعي نحطه على جنب. من بعد باش نبدا نحضر الفاخ نتاعي باش نعمل به الاسكالوب قوطة والسبناخ. باش ناخذ السبناخ نتاعي باش نذبلو على نار هاديه بشويه زيت، من بعد هو كي ياخذ يطيب نفوحو ملح وفلفل اكحل ومغرفه صغيره ثوم، ومن بعد نرحيه في حر اليد بلونجور ولا بالروبو باللي عندنا. ما عندناش نجمو حتى بفرشيته هو يبدا طايب، نرفسوه يترفس معنا فما حتى مشكل. هوني عندي 150 غرام قوطه باش نفوحها زاد القوطه ونحط لها اكل السبناخ اللي انا ديجا رفسته. نخلط القوطة والسمناخ مليح مليح ونخليهم على جنب. تو الاسكالوب نتاعي باش نقليه باني سحر، باش نحطهم في الفريمة من بعد في العظم من بعد في الشابلو ونقليه نخليه دوري مش غامق برشا. نخرجه ناخذ الحشو نتاعي هذاك، نفرش الحشو من الفوق فوق كعبة الاسكالوب ونحط بيان سور الفرماج يكون نوع به اللي يذوب الكاتر فرماج، وندخله يعمل كان جراتيناج الفور من الفوق اكاهو. وني الاسكالوب نتاعي هذا باش نعمل معاه اكومبانيومون روز ازهر. وني باش ناخذ بصله مفرومه مليح مليح باش نقليها بشويه زيت ومعها كاس شوب معناها نتاع روز، الفوحة ملح فلفل اكحل، نحط انا شويه قرفه ونحط شويه كعبات هيل كان عندنا ما عندناش مش مشكل، وشويه زعفران وشويه كركم بيان سور، ومش نمرق كيلتين اخرين ماء معناها الكيله اللي عملناها روز عليها كيلتين ماء، ونغطيو الطنجره نتاعنا. نرجع هكاك بعد حكايه 10 15 دقيقه نقاو الروز نتاعنا شرب الماء ذاك الكل نطفيو عليه. والتصطيره بيان سور سهله، الناس كل تعرف تعمل تصطيره. قليت انا فلفل وقليت طماطم، الطماطم فوحتها شويه تابل وثوم بتجي مفاوحه، والفلفل قليته عادي وعظم، ومن بعد سطرت هذاك الكل مع بعضهم باش نزين الصحن نتاعي. تو طليت الخضره بيان سور اللي تحبوا عليها انتم على جنب، والاسكالوب في الوسط، وهوني التصطيره، والروز نجموا نعبيه في ديكرا روز ونقلبوه يجينا منظر مزيان على الاخر. هذا العشاء نتاعنا يا صحن، نزيدوا كعبات بريك وهوني قولوا تو غيجوي قولوا تو غيجوي باش عنا الحلو باش نعملوا جاتو او بو. هوني نسحقوا ثلاثه كعبات تفاح، ثلاثه عظمات
ناخذوا ياغورت ناتوريل باش نفرغوها والبوم تاعها هذاك باش نكيلوا بيه. باش ناخذوه مرتين فادينا تكون مغربله واحده خميره واحده فانيلا. البو هذاك شطرو باش يكون معبي بالزيت النباتي ولا بالزبده لنا الاختيار، وبو نص معبي بالسكر. اول حاجه باش نركزوا كالعاده ديما العظم مع السكر مع ساشي فاني مع الزيت ركزوا مليح 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 للعظم يبيض، ومن بعد نغربلوا الخميره والفارينه. انتخطو انا خديت التفاحات نتاعي قشرتهم قصيتها ام الامان، حطيت لهم شطر بو سكر وحطيت لهم غرفه قرفة صحر مليح خليته على جنب من قبل ما نحضر الجاتو. باش يترانا ناخذ طول المول الجاتو نتاعنا باش ندهنوها زبده وندهنوها فارينه، نفرشوا اكل التفاح الكل اللوطه صحر ونحطوا لاباغاي جاتو نتاعنا من الفوق نتاع العجينه نتاع الجاتو نتاعنا فوق التفاح. دخلوها الفرن 180 درجه لمده 30 دقيقه، بعد خرجوها من الفرن بيان سور كريحه التفاح تبدا ما نحكي لك في القرفه. نقلبوها نستناو تبرد بعد نقلبوها تلقاو منظر مزيان على الاخر التفاح كيفاه. نجمو تزينوها شي يعمل كيف تزينوها بسكر محور من فوق ولا تخليوها كيكة يبدا كراميليزي بنين على الاخر. وصحه وبشفاء ليكم. شكرا لك. شكرا لك، يعطيك الصحه شيف سيدين. كانت هذه تمخميخه.